أهلاً بكم مستمعينا في هذا البودكاست. إليكم معلومة جديدة عن شجرة تينيري علامة الطريق. كان التنقل في العصور الغابرة بتتبع النجوم والعلامات على الطرقات، فكثيراً ما كان تتبع الخطى أمراً حتمياً في ظل عدم توفر أنظمة الملاحة، إضافة لقلة الخرائط الدقيقة على وجه الخصوص عدا عن ندرتها، حتى وصل الحال لاستعمال الأشجار كعلامات للطرق، كمثال شجرة تينيري في صحراء تينير النيجيرية وتحديداً شمال شرق مدينة أغاديس، والتي مثلت نقطة دليلية في خط سير القوافل العابرة للصحراء، بحيث كانت الشجرة الوحيدة في المنطقة، ومن هنا سميت بالشجرة المنعزلة، تعد من أكثر الأشجار عزلة في العالم، فقد توسطت الصحراء وتحملت الجفاف والرمال وقوافل الإبل، حتى اصطدمت بها شاحنة في سنة 1973، فأسقطتها ونقلت على إثرها إلى المتحف الوطني في نيامي، واستبدلت بمنحوت حديدي بسيط يمثلها. شكراً لحسن استماعكم، دمتم بخير، وإلى لقاء آخر مع معلومة جديدة.